موضوع المنتج ده كلميني عني شوية كده باستفاضة. بصي، خلينا الأول نتكلم سريعا كده مع الناس ونفكرهم بحاجات مهمة لازم يعملوها، إنه أي منتج أو أي حاجة هم هيستخدموها خلال الدايت لازم يكون معاها دايت متوازن، يعني نظام وغذاء صحي متوازن ومتكامل، ويكون كمان بيشربوا مية بكمية كافية. المية اللي احنا بنحتاجها أو جسمنا بيحتاجها كل يوم من 2 لـ3 لتر. هنفضل كل شوية نفكرهم ان احنا محتاجين نشرب في اليوم الواحد من 2 لـ3 لتر، نقسمهم بقى كوبايات، نقسمهم في ازاي الصغيرة، ايا كان. المهم ان احنا عشان نساعد جسمنا ونساعد الجسم ان هو يوصل لمعدل حرق عالي، نشرب الكمية الكافية من المية. وطبعا زي ما احنا عارفين هننام النوم الكافي، وهننام في ساعات اللي هي من الوقت من 11 او 12 بالكتير، علشان الجسم يستفيد بالهرمونز اللي هو بيفرزها وبالحاجات طبعا الطبيعيه اللي جسمنا بيفرزها عشان بشرتنا وشعرنا. ما بيقعدوا يتريقوا عليا لما بقول لهم بنام 12، بيضحكوا عليا. لا، انت صح جدا بجد والله، فعلا صح جدا جدا. الجسم في من الساعه 11 للساعه 3 افضل وقت لافراز كل الهرمونات المفيده علشان معدل الحرق، علشان صحة كل الأعضاء بتاعت الجسم، عشان صحة البشرة وصحة الشعر. عظيم جدا. قولي لي بقى، لو أنا عملت كل الانستراكشنز دي ونمت صح وشربت كمية المية المطلوبة مني ومشيت على بلان إيه، وعندي مشكلة بقى في الحرق؟ حلو، خلينا نتكلم بقى النهارده. نقول ان احنا النهارده هنتكلم عن سوبر سيليوم. السوبر سيليوم دي اللي هي الياف السيليوم. الياف السيليوم دي الياف طبيعيه 100%، زي بالظبط الالياف اللي احنا بندخلها لجسمنا من الخضار، من الفواكه، من حاجات كتيره جدا احنا بناخدها. موجوده في الخس واللي موجوده في البطيخ، ما دي كلها الياف طبيعيه. وجرجير، وبصي كل الحاجات دي كلها فيها الياف. السيليوم الميزه اللي فيه ان هو حاجه طبيعيه، الياف طبيعيه، انا هاخدها علشان افيد جسمي بطرق كتيرة جدا. لأنه السيليوم أنا لما باخده، أولا أنا باخده مرتين في اليوم. هو بيجي عبارة عن أكياس كده، الكيس الواحد بفضيه على كوباية مية وباخده، بعد ما باخده بشرب بعديها على طول كوبايتين مية. ليه بقى؟ إيه الهدف من كده؟ السيليوم معروف إن هو حاجة اسمها هيدروفيليك. يعني إيه هيدروفيليك؟ يعني ألياف محبة للماء، بتمتص الماء بكمية كبيرة جدا. يعني جداً. طبيعي إن أنا باخد بعد ما اخد الجرعة دي أحس بعطش شوية؟ لا، هو الفكره مش ان انت هتحسي بعطش، الفكره ان انت بتساعدي جسمك وبتساعدي الالياف دي ان هي توصلك للمغزى اللي احنا بناخدها علشانه. انا باخد الميه بعد الالياف مباشره علشان هي تمتص كميه كبيره من الميه وتعمل زي كتله جيلاتينيه في معدتي، تديني احساس حلو جدا بالشبع. اول ما اوصل لنقطه ان انا حاسه ان انا عندي احساس بالشبع حلو قوي، هيحصل ايه ده بقى؟ ليه ده؟ لانه السيليوم عمل توازن ما بين الانسولين وما بين مستوى الجلوكوز في الدم، فانا حسيت ان انا مش جعانه. اوكي. كمان حسيت ان انا ما عنديش شراهه ان انا عايزه اكل سكريات طول الوقت. كمان ساعدت الجهاز الهضمي بتاعي ان انا يبقى معدتي شغاله، الامعاء شغاله، لانه كمان السيليوم من الحاجات الممتازه جدا جدا لعلاج الامساك.